شيخ ابو بكر عندنا تراث هائل جدا من الاناشيد والابتهالات الدينيه، وطبعا زي ما حضرتك ذكرت اسماء واقطاب طبعا في الانشاد الديني والمصري تحديدا في مدرسه مصريه زي مدرسه التلاوه بالظبط. سؤال لحضرتك، ايه اللي يميز انشوده عن انشوده اخرى؟ يعني ايه اللي يخلي انشوده تعيش في ذاكره المصريين اكتر من انشوده اخرى؟ طبعا هو بدايه اول حاجه يعني القبول، ان ربنا يضع لانشوده او لكلمات معينه قبول، يكون كتبها عالم من العلماء او شاعر من الشعراء، كتبها باخلاص وبصدق، ومن ثم اداها منشد ايضا باخلاص وبصدق. فاول حاجه اختيار الكلمات التي تلامس وجدان الناس، ومن ثم المنشد او المبتهل الذي يؤديها اداها بلحن جميل وبصوت عذب اثرت وما زالت موجودة في أذان الناس. فهي يعتبر العامل الأساسي الكلمات والمنشد الذي يؤدي الأنشودة. طيب أعتقد أنه المنشد برضو يجب عليه دراسة المقامات الموسيقية، يعني لأنه هو لون من ألوان الفن بيتناول موضوعات دينية. أكيد دراسة المقامات الموسيقية مش صعب، مش سهلة، مش شيء سهل بأي شكل من الأشكال. فعايز أعرف من حضرتك، هل بالفعل حضرتك درست يعني حتى فكرة أنه دمج المقامات الموسيقية مع كلمات مختارة، أنه إنشاد الدين ليه كلمات تكون خاصة بيه، فعايز أعرف من حضرتك يعني إزاي التوليفة دي بتحصل؟ هو طبعا زي ما حضرتك ذكرت أن لابد للمنشد أن يكون معاه آلات أو عدة، أي صنايعي بيكون مع العدة بتاعته اللي بيشتغل بيها. فعدة المبتهل أو القارئ صوته واستخدامه للمقامات الصوتية. فاستخدامك للمقامات الصوتية تستطيع أنك تعبر عن معنى آيات القرآن الكريم وعن معنى الكلمات اللي أنت بتقولها. زي ما حضرتك قلت أن مش كل الكلام واحد، بل في حاجات فرح، في حاجات حزن، في حاجات اشتياق. فلابد أنك تستخدم المقامات الصوتية في التعبير عن الكلمات دي حتى تصل لوجدان الناس. واكيد كل منشد بيكون ليه بصمه وبيكون ليه يعني لمسه بيحطها. يعني ممكن انشوده يكون ناس كتير قالتها بس يقولها منشد عن منشد تختلف، لانه بيحط البصمه بتاعته والصوت بتاعه وبيحط مدى تعلمه وتعلقه بالمقامات الصوتيه في الانشوده دي.